بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه العلاية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. فضل الدعاء. وذكر دعاء نبيه يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت فدعا ربه وهو في جوف الحوت في قعر البحر واستجاب الله دعاءه فقال سبحانه وذنوني ذهب مغاضبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يونس فيه لغات في ذكره كيوسف، منهم من أوصلها عشرا أثنى عشر إلى غير ذلك، يجوز أن تقول يوسف ويوسف ويوسف وتقول يونس ويونس ويونس على ما ذكر، لكن أفصحها هو ما جاء القرآن به وهو بضم النون الموحدة، لأن اللغات التي في يونس هي بخصوص النون، يكون مفتوحا تارة ويكون مجرور مكسورا تارة ويكون مضموما تارة ثالثة. وذا النون ذا هنا بمعنى صاحب، ذا هنا بمعنى صاحب، لأن ذا في اللغة تأتي أو ذو أو ذي تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى صاحب وتأتي بمعنى الاسم موصول بمعنى الذي. وجاء الرجل ابن عباس فقال ابن عباس يقول ما من كلمة في القرآن إلا وأعلمها، وإن كنت لا أعلمها إن الله يبعث إلي من يعلمني إياها من غير طلب، يعني دون أن يحرج. قال وفي إحدى المرات مررت بقول ربنا عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قال فما عرفت معنى كلمة فاطر، قال حتى بعث الله إلي رجلين يختصمان في بئر، يقول يا ابن عباس اقضي بيننا في بئر فطرتها، قال فعرفت فاطر هنا بمعنى إيش المنشئ وتأتي بمعنى الخالق والموجد إلى غير ذلك. فكذلك نأتي في كلمة ذو، كلمة ذو تأتي بلغة أهل حائل قبيلة طي اسم موصول بمعنى الذي، نقول هذا البئر ذو حفرته، يعني الذي إيش الذي حفرته. وتأتي ذو من الأسماء الخمسة أو ما نسميه من الأسماء الستة، وهي التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وهي التي تأتي بمعنى صاحب وأن تكون مكبرة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة لضمير الغيبة وضمير المخاطب، وألا تكون مصغرة، وأن تكون فوك من غير ميم لا تقل فموك، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. إنك وهي أصلك أبوك، حاشيتك أخوك، جارحتك فوك، واسم موصول بمعنى إيش الذي ذو، وعضو هنوك، وقريب نسبا حموك. هذه الأسماء إيش الستة. وفي ويجوز فيها وجه أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، يقول إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، هذا وجه أنها ترفع وتنصب وتخفض بإيش بالألف، إن أباها منصوب بالألف على الأصل، وأبا أباها مخفوض بالإيش بالألف لأنه إيش لأنها مضاف، ومرفوع بالألف على الابتداء، ففيها وجه أنه يرفع بالألف وينصب بالألف ويجر أو يخفض بالألف، والأصل أنه يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء. وذا النون، النون هو الحوت، النون في اللغة بمعنى إيش بمعنى الحوت، فكل حوت سمك وليس كل سمك حوت، كل حوت سمك. إخواننا في المغرب العربي يقول لك سوق الحوت، مو معناها إخواننا في المشرق لما يقول لك سوق الحوت تحسب إنه حيروح يلقى الشرينك الكبير، لا، سوق الحوت معناها سوق السمك، سوق الحوت معناها سوق إيش سوق السمك، فيه كل أنواع إيش كل أنواع الأسماك، فكل حوت سمك وليس كل سمك حوت،
في أنواع منه بلطي وسردين وشعور وحريد وإلى آخر أمم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وذنون هنا معنى صاحب الحوت. من هو؟ هو يونس عليه السلام. هو يونس عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما من مكروب يدعو بدعوة أخي ذنون إلا استجاب الله له، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء مع جزالته واختصاره جمع كل أداب الدعاء، وهي الثناء على الله توحيدا إلهية وربوبية وأسماء وصفات، ثم الاعتذار، ثم طلب الحاجة. لا إله إلا أنت سبحانك تنزيه وتوحيد، إني كنت اعتراف بإيش؟ اعتراف بالندم واعتراف بالذنب. نعم. هكذا من يتأمل القرآن الكريم يجد فيه من أدعيات الأنبياء وسؤالهم ربهم وأطراحهم بين يديه في جميع أحوالهم عليهم صلوات الله وسلامه شيئا كثيرا. ولذلك الإنسان أيها الكرام الفضلاء يمر به ما يمر من الأغيار في هذه الدنيا، ويمر به من الاحتياج في هذه الدنيا. والناس أيها الكرام الفضلاء يسخر الله بعضهم لبعض، ولا مانع أبدا البتة أن الإنسان يطلب من إخوانه ما يعينوه به بعد الله عز وجل، لكن الأكمل أنك تلظ من لمن؟ لله عز وجل. النبي يقول في الطبراني عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: ألظ، ما معنى اللظيظ؟ معناه اللزوم. ألظ بهذا الجلال والإكرام، يعني إلزم في دعائك أن تقول: يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي، يا ذا الجلال والإكرام تب علي، يا ذا الجلال والإكرام أحسن إلي. ما في مانع أن تجعلها في كل ماذا؟ في كل دعاء مطلق، إلا ما كان دعاء مقيدا ورد فيه النص، فالزم ما ورد فيه النص. مثل بعض الفضلاء الآن مثلا يأتيك إنسان يطلب منك الصدقة، يطلب منك النفقة، اعلم تماما أخي المبارك أن من أسلف مرتين كمن تصدق مرة. لو جاك واحد سلفته مرتين كأنك تصدقت عليه مرة، شوف الأجر العظيم. طيب مرات يأتيك يطلب منك الصدقة أو يطلب منك السلف يكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. شيخنا الشيخ الفوزان سئل قال: في هذا الزمان هل بقي من آل البيت أحد يعني يستمر عليه هذا الحديث: إن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام فيها قصة هذه، أن الحسن رفع تمرة من الصدقة فالنبي أخرجها من فمه، قال: كخ كخ. كلمة كخ دي كلمة لغوية صحيحة ترى، عرفتم، لكن هي مش كخ، هي كخ بكسر الكاف وليس بضمها، كخ كخ. فأخرجها منه، قال: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فبعض أهل العلم قالوا هذا في الزمان الأول، أما في العصور المتأخرة فلا يكون ذلك. ومن أهل العلم من قال: يبقى هذا على عمومه ما دام صح نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي هذه الحالة قالوا: طيب إذا احتاج وأراد أن يطلب صدقة، قالوا منهم من قال: يعطى، لا يعطى صدقة، ومنهم من قال: فنقول له إن الصدقة لا تحل لكم فيعطى هدية. ولذلك في الصحيح بريرة هذه مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها في إحدى المرات دخل النبي البيت عليه الصلاة والسلام، قال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: إلا طعام تصدق به على بريرة. قال: هو عليها صدقة ولنا، عليكم السلام الله وبركاته، ولنا هدية، ولنا إيش؟ ولنا هدية. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل الهدية من من؟ قابل الهدية من المقوقس، لما أرسل له بدلدل وأرسل له بقباط من قباط مصر. وقبل الهدية عبارة عن خف سخيف أرسل، يعني إيش معنى سخيف؟ سخيف يعني لا شعر فيه، معلوش زينة، أرسل به النجاشي من الحبشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلبسه وجبة. فأهل البيت تصح عليهم الهدية ولا تصح عليهم إيش؟ ولا تصح عليهم الصدقة. نعم. وكما أنه سبحانه وصف الأنبياء بالدعاء ونعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه، فقد وصف بذلك سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين وعباد الله الصالحين
قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك قال أهل العلم: وهنا لما استخفوا عن أعين الناس عبادة أخفى الله جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فأخفى الله الجزاء، والجزاء من جنس العمل، لأنهم قد استخفوا بماذا؟ بأعمالهم. فما يفعله الناس الآن في سناب شات والجلاكسي اللي تابوا اللي بيتوب إن شاء الله واللي في طريق التوبة إلى غير ذلك، صوروا كل شيء، ما تركوا شيء إلا صوروا، شال قوارير موية قال: يا جماعة ترى هذول إخوانكم في البلد العمال البلدية، ترى طلع له ريال مقطع كده قال: ترى هذول أمهاتنا اللي يشيلون من الزبائن وكده، ساعدوهم إلى غير ذلك. نقول: يا أخي إذا كنت قدوة يقتدي الناس بك فلا مانع، هذا كلام الشيخ بن عثيمين، لكن إذا كنت مثلي ومثلك وأنا أخوك جزاك الله خير، تخشى الرياء على نفسك وتنتظر تقول بعدين إيش يا شباب، شوفوا المقطع ولا تنسوا اللايكات والكومنتات، وكمان عايزين سبسكريبشن، عايزين نوصل 500,000 الله يرضى عليكم، ليه؟ عشان يروح بعدين من اليوتيوب ياخذ إيش؟ ياخذ الفلوس. عرفتوا الضحك اللي بيضحكوا بيه عليكم؟ خذ المقطع يقول لك تكفى اشترك ومردودة لك، والله مردودة لك، عايزين نوصل 500,000، ليش؟ عشان بعدين يظبط فين؟ الفلوس من فين؟ الفلوس من اليوتيوب. ولا مانع عنده يكون فاتح الاعلانات، لانك لو فتحت الاعلانات في القناه مش حيدوا لك حاجه اليوتيوب، فانت بتتكلم على امر ديني تلقى في النص دخلت لك واحده ايش؟ متبرجه، دخل لك اعلان عن اغاني الى غير ذلك مثل هذه الاشياء. اقول هذا كله يكون من الرياء. انت محتاج انك انت جزاك الله خير تختفي باعمالك. سبعة يظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أحد الناس مر بالحديث هذا فقام طلع الصدقة وحط إيد الشمال في جيبه وطلع باليمين، لا مش المقصود كده جزاك الله خير، مقصود بها الاستخفاء بالصدقة، لدرجة بعض السلف كان يخادع زوجته حتى تنام ثم يقوم يصف قدميه لله عز وجل. كل هذا من باب إيش؟ الاستخفاء في الأعمال الصالحة. أحد الناس أيها الكرم الفضلاء 10 سنين صايم حرمة ما تعرف عنه ولا شيء، تعطيه الأكل يروح في الحانوت يوزعه على الناس، فإذا رجع في المساء تعشى معهم، هو إفطاره وهو هم ماذا عشاؤهم، إلا يعني يفطر على تمرات وماء. فمسألة الاستخفاء بالعمل الصالح مهمة جدا، ودليلها كثير، ومنها هذه الآية المنيفة الجميلة التي مرت معنا. نعم. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه في وصف أهل الجنة: عندما يدخلونها بسلام تجري من تحتهم الأنهار. جاء في أسباب نزول الآية التي مرت معنا: واصبر، أمر من الله عز وجل، والأمر مجزوم أبدا كما قال ابن أجرون: واصبر نفسك يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهذا فيه فضيلة صلاة الفجر صلاة الغداء وصلاة العشي صلاة العصر. إن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ويسأل السائل يقول: هل رأى النبي ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نقول: هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، حتى السلف الصحابة عائشة وابو هريرة في جهة ومعاوية وابن عمر في جهة أخرى. ونقول أيها الكرام الفضلاء: الله أعلم، لكن الذي يصح والذي يعرف والعلم عند الله قال: رأيت نورا، رأيت نورا. أما لفظة نور أن أراه علها بعض أهل العلم بالشذوذ، علها بعض أهل العلم بالشذوذ. الأولى من ذلك أخي الحبيب أن تسأل وأن تقول: ماذا فرض عليه في ليلة المعراج؟ أفضل ما تسأل تقول: هل رأى ربه أو لم يرى ربه؟ لأن هذا الأمر إذا أجبنا عليه أو إذا ما أجبنا عليه، والسلف لم يصلوا فيه لشيء، منهم من قال لم يرى بالبت، ومنهم من قال رأيت نورا، ومن وعائشة تقول: من قال أنه رأى ربه فقد أعظم الفرية، يعني أعظم الكذب. نقول: الوراء من وراء هذه الإجابة لن تفيدك في شيء، ولا أنا غلطان؟ هل ستستفاد منها في شيء؟ لكن تستفاد أعظم شيء أنك تقول: ماذا فرض عليه في ليلة المعراج؟ فرض عليه إيش؟ صلوات إيش؟ الخمس. فهل أنت وأنا نحافظ عليها في الجماعة مع المسلمين؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال الذي ينبغي أن يكون. وأفضل منه أن تقول: كيف لنا وهل سنرى ربنا في الدار الآخرة؟ قال أهل العلم: ورؤية الله في الدنيا مستحيلة ممتنعة، ما في الدنيا رؤية الله عز وجل،
ورؤيته في المنام ليست على حقيقته، إنما هي إشارات وعلامات ودلالات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الطبراني وغيره: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. ورؤيته في الدار الآخرة حق لأهل الإيمان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من الحديث الذي مر معنا آنفا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وإنما المعتزلة ومن هم على أضرابهم الذين نفوها وأنكروها، ومن أنكرها حرمها، ومن أنكرها حرمها أيها المباركون، ومن أنكرها حرمها. وضحت؟ ومن أنكرها حرمها. فتنتبه لمثل هذه المسائل، وتنتبه لمثل هذه الأمور، أنت تسعى لما ترضي به ربك تبارك وتعالى، وأن تعمل الأعمال التي تبلغك من ذلك عند الله عز وجل. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، هذا يجعلك أنك أنت عليكم السلام ورحمة الله تجتهد في أن تحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر، لا تكن نائما في الأولى ونائما فين؟ ونائما في الثانية، متحججا بالأولى أن الدنيا ليل وما انتبهت، ومتحججا في الثانية أنك راجع من العمل وانت إيش؟ وأنت متعب. هذه حجج لن تبرئك عند الله تبارك وتعالى. وعليك لو أن عندك موعد سفر في تلك الساعتين، أو عندك موعد مهم جدا، أو عندك وظيفة وعمل واستلام وشفتات إلى غير ذلك، لا إخالك أنك أنت تكون نائما، بل ستبذل جميع الطرق لكي تستيقظ في هذه الأوقات. نعم. قال سبحانه في وصف أهل الجنة: عندما يدخلونها بسلام آمنين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالدعاء هو روح هذا الدين وزاد المؤمنين المتقين، وعنوان التذلل والخضوع لرب العالمين. جعلنا الله وإياكم من أهله المحققين له، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.